السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في كوزينتي كامل، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم ودايما مع لي بلا اللي يحبوهم الأولاد مع لا رونتري سكولير، راح ندير معكم اليوم فلان بالخبز البايت. الفلان هذا راح نحتاج له كمقادير باغيطة وحدة بايتة ماهيش يابسة، هذه عندها يومين. راح نحتاج نص سترة حليب، ربع مغارف سكر، مغرف واحدة سكر فاني ولا ديرو ساشي، وراح نحتاج فلون كراميل، هنا واش راح نبدا ندير، نجيب الكراميل تاعي ونصبه في القالب تاعي وفي المول، مول كبير ولا دي مول صغار، نحطه في الفريجيدار ومن بعد نكمل لغزات. انا حندير في المول هذا كيما قلت لكم، تقدروا ديروا في لي مول انديفيديوال ولا ديروا في مول كبير واللي بغيتوا اي شكل بغيتوا. الفلون هذا يجي هايل، بالك راكم تسالوا اذا الخبز هذا راح يبان له قدامو ما يبانش. خلاص هنا اللي عندها فلون فاني سون كراميل، تقدري تستعمليه وتخدمي لا كراميل في الدار. بنص كاس سكر وربع مغارف ماء، تحطيهم على نار هاديه حتى تحصلي على الكراميل. الفلون هذا ما يجيش فيه خلاص لوكو تاع الخبز، ما يفيقوش به الاولاد خلاص، هكا ما طيشيش الخبز وفي نفس الوقت حضري حاجه حلوه لولادك. هنا واش راح ندير، نجيب نص سترة تاع الحليب تاعي، نصبها من كاسرول ولا في اي اناء عندك، نزيد عليه السكر ربع مغارف سكر فاني والباكيت تاع فلون. نخلط مليح، نحطه على النار حتى يغلي ونكملوا مع بعض. بعد لي غلا الفلون تاعي كيما كنتو تشوفو، نجيب الخبز ونقصو هكا دي مورسو هكا ونحطو في الخليط هذا تاع الحليب والفلون وهو سخون. بعد نخليه فيه يترنخ شوية ويدفى الخليط، ومن بعد نمكسيه كامل في الميكسر. هنا بعد اللي فاتوا 10 دقائق تشرب الخبز الكميه هذيك تاع الحليب ودفى شويه هكا باش ما تفسدش الميكسور تاعكم، نجيب الميكسور نحط فيه هذا الخليط ونمكسيه.
بعد ما كسيت مليح الخبز تاعي مع الفلون، خرجت المول تاعي من الفريجيدار، الكراميل كان جمد، ونصب الخليط هنا ونعاود نحطه في الفريجيدار حتى يبرد. نحط الفلون تاعي في الفريجيدار كما قلت لكم ساعتين حتى يبرد مليح، ومن بعد نشوفه في صحن تقديم. بعد اللي برد الفلون تاعي مليح، خرجته من الفور، حطيت المول تاعي في شوي ما سخون كيما كنتو تشوفو، وديموليتو. درك نزينوه بشوي شوكولا، كيما تقدرو تزينوه بالنوت كوكو، بالبيستاش، اي حاجه. درت معاكم اليوم فلون بالخبز البايت، نتمنى تجربوه ويعجبكم، تاكلوه بالصحة والهنا، ونشوفكم فيديو جاي بإذن الله.